السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد. كما كتشوفوا الدراري علي الصامد اللي علينا تراك جديد بعنوان مدري اللي كتعني هي الام الاسبانيه. يلا شي ساعات ما قالت تقريبا باش لحينا التراك هذا ضرب 64560 ديال لي فيو، 15000 لايك و 261 ديال ديزلايك. التراك هذا كيتعتبر من بين تراكات اللي في الالبوم ديال كابيتانوس. المهم الدراري بلا ما نطول عليكم، اذا كنتي اول مره كتشوف هذا الوجه هذا هو الدابع منا واحد لايك فرقع اكبر سبسكرايب وليتس جو نمشيو نسمعوا التراك ديالنا. اوكي نبداو الرياكشن ديالنا. دائر علي الصامت. الصونغ هادي ماشي غريب علي، كنظن واقيلا الصونغ هادي ديال توباك، يعني فاش كان كيغني على الماما، ماشي كنظن، انا متاكد غتكون هي. احنا باقيين فيها الدراري، كيفما كتشوفوا توباك فاش كان في الصغر ديالو الدراري بالرجوله وقع على وقيلا 17 years old. Okay. Okay. هادي فلاش باك كنظن بين واحد الشخص كيهضر مع ام ديالو، كنظن وقيلا كتهضر له شي حاجه بحال الخدمه بحال القرايه شي حاجه بحال هكا. هاد النقاش هذا كاملين كندوزو مع الامهات ديالنا، ولكن الانسان ملي كيكون مر ديال الدراري ساعه ديال الغضب كاملين كنكونوا منفعلين وكنحاولوا نتفاداو ديك نعليو الصوت على الامهات ديالنا وكذا، واخا كنكونوا حنا ما عاملين والو خصنا نطلبوا منهم السماحه بالرجوله الدراري. كما كتشوفوا كنظن هنا في هاد اللحظه كانت كدعي مع ولدها كل رجوله ناض الابن ديالها، ها انتم يمكن عاد تسامح معاه ولا شي حاجه. دوينا الصراحة مادري ما كدبش عليك نقول لك فرحان، ما كدبش عليك نقول لك ما عنديش راح ولا احزان، شحال خبات عليك نقول لك باللي راني مزيان، شحال خبات عليك نقول لك باللي راني مزيان. كيف ما كتعرفوا اي واحد ما كيبغيش يدخل الام ديالو شي مشاكل شخصيه، كتبغي تقول للوالده ديالك شي كلام اللي غادي يفرحها، وانا كنهضر على مرضيين والناس اللي كيحسوا بالامهات ديالو، اما ما كنهضرش على فئه اخرى الله يهديهم ويسالم حتى اللي كاين. كنقول لك باللي غالية وانا في قلبي عيان، كنخبي عليك مو مستلقى مع الفتية، كتحس بيا شكلك ساسم ودموع في عيني تبس، ديما نقول لك بخير واخا نكون مكفص، ها ديما نقول لك بخير واخا نكون مكفص. يما ديالي معايا في الحرية ولا في الحبس، يما ديالي معايا في الحرية ولا في الحبس. الصيل هذا فكرنا بديك الصيلس اللي قدامين 2004 2005 2006، كانت الصيل هذا كتحس بان الميساج وصل شي حاجه اللي كتوشي في القلب كتستعمل هذا الصيل هذا. نزيدو نكملو. الانسان الوحيد اللي عمره بيا اخوات، الانسان الوحيد اللي القلب عليا بكاس، شحال سهرات شحال وكلات وربات، فو شحال سهرات شحال وكلات وربات، هادي بالرجول بحال نقول لكم هما كيتعبوا علينا فاش كنكونوا حنا صغار وفاش نكبروا خصهم المقابل ضروري الدراري، على الاقل يعطيني ديك الحنان اللي قلت لك عطيها هنا. المهم بزاف الحاجات الدراري بلا ما نزيدو نهضروا. شحال من ذمه معي اني مسحات فيا حناس ربيت والله في عمار، خليها معايا ملي كلشي خوابيا جبرت حدايا. دري شي كلمات والله فريمون كيتوشي والدراري في القلب، ملي كلشي خوابيه جبرت حدايا. دونك الدراري كذاب عليك كذاب فاش عاد تجبر راسك سولو، عاد تجبر صحابك معاك وكذا، وعاد تجبر شكون اللي واسيك شكون اللي خرجك من البروبليم اللي انت فيه. من الرجوله الدراري ما كيبقى حتى شي واحد، اللي كيبقاو هما الوالدين الدراري. دونك اللي عنده شي والدين ربي يخليهم له، واللي ما عنده شي ربي يرحمهم، واللي ما حس بهذه النعمه هذه كنقول له الله يهديك. وهادشي اللي كاين الدراري. عمره فاقتني واخا طحت في بيت الخطر، عمره سمحت فيا واخا كنت في الحبس مشبر. الدراري فاش سمعت عمره سمحت فيا واخا كنت في الحبس مشبر، يعني هذا كيغني الويد ديالو، حيت كنعرفوا ان علي الصامد هو اللي كان مشبر في الحبس الدراري. انا فاش تاكدت بان كيغني على الويد ديالو فري، وهذوك اللقطات اللي كنا كنشوفهم بلا كودور هذاك واحد الفلاش باك ليستواغ ديال علي الصامد فاش كان صغير بالرجوله. يا ماما
الصوت ديال علي الصامد الدراري. علي الصامد عنده هذا الصوت هذا. لا لا نايس يا ما لا ما تقول ليش هذا علي الصامد دري. جاني هذا الصوت هذا من الدراري زعما اللي كنسمعوا في التراكات ديال علي الصامد. كنظنش هو الدراري اللي زعما عارف واش هذا الصوت ديال علي الصامد ولا ماشي الصوت ديال علي الصامد يفيدنا بها في الكومنتات. الله يجازيكم بخير. يما ما تبكيش ما عجبتكمش هاد السونغ هادي فريمون كتوشي في شكل الدراري والله لاستري اللي اختار والطريقه اللي اختار باش يغني عليها واحد الطريقه اللي فريمون ميساج بحال هكا كيوصلوا ديريكت الدراري. الوردة الوحيدة اللي في حياتي واخا نعيا ما نقول عمري خرج لي في ذاتي من جهتك غنكون مقصر طول الوردة الوحيدة اللي في حياتي واو واخا نطوف بيك الكعبة ندعي لك في صلاتي الولي واخا نطوف بيك الكعبة ندعي لك في صلاتي. علي الصامد هنا اختار شي كلمات اللي واعرين الدراري كتسمعهم كتشدك البكية خصوصا شي موضوع بحال هكا ما فيهش اللعب. باغيك تكون مرتاحة باش انا قلبي يرتاح. تحية للمرضيين كاملين اللي كيشوفوا هاد الرياكشن هادي بالرجولة. هذاك الكلام ديال المرضيين الدراري كملوا ربي يطول لك في العمر تشوف ولاد ولادك. طبيعة الحال اي ام مغربية ولا اي ام في هذا العالم هذا كتدعين ربي ليل ونهار طول في العمر ديالها باش تشوف الاحفاد ديالها والاولاد ديال الاولاد وعندها هذا الاحساس هو واحد عباره عن واحد فرحه بالرجوله. ربيتي ولادك رجال من صغري كاع مناسي واو ياما ما تبكيش رفراند واعر ياما ما تبكيش دموعك وغيرك انا ما عندي. هذا زعما هو صبرينا البوليس ولا المهم ياما ما تبكيش فلاش باك كيف ما كتشوفوا انا بغيت نعرف ياك الصوت هذا ياك الصوت ديال روترند دم من هذا. انا ما جانيش زعما الصوت ديال علي الصامد هو كاين واحد التاتش ديال علي الصامد تماك ولكن بغيت نعرف شكون اللي معاود الصوت موراه. يما ما تبكيش ما تبكيش يما ما تبكيش واو واو واو. تسمع الرفراند كتستمتع يعني كتستمتع بالاستوار كتستمتع بالتصوير يعني الاذن ديالك كتنقى الدراري بالرجوله الاذن ديالك كترجع نقيه ماشي بحال شي ديالك كنسمعوهم الله يسمح لنا منهم وسهل. الله اسمع 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 هذا الاستديو ديال علي الصامد الميكرو اوكي اي كندون السونغ الثالث كيف ما كتشوفوا
كان السونغ ديال علي الصامد الاخرانيه هي هادي اللي سميتها مادري اللي كتعني هي امي بالاسبانيه. سونغ صراحه فريمون يعني فيه واحد التاتش اللي فشي شكل، وكيما كتعرفوا اي رابور كيكتب شي حاجه من القلب راه كتوصلنا للقلب. وعلي الصامد هنا عاود على الام ديالو، على المعاناه اللي كانت كتعاني معاه فاش كان صغير، فاش كانوا واقعين له شي مشاكل بزاف الدراري الايام ديال علي الصامد فاش كان تشبر في الحبس. ولكن واحد الحاجه اللي ما فهمتهاش كنطلب منكم، كنطلب خوتي ديالي يشرحوها لي، اللي هي هذاك الروفراند اللي جاب واحد الصوت عالي. هذاك الروفراند دمن واش علي الصامد بوحديتو عمل ديك الروفراند ولا كاين شي صوت اخر معود موراه؟ يعني هادي اللي بغيت نفهم الدراري، حتى باقي كلشي فهمناه. وتحيا اي واحد كيعامل الوالدين ديالو مزيان، واي واحد مرضي اللي كيعرف القيمه ديالو، سقسي اي واحد ما عندوش يما عيقول لك قيمه الوالدين. الدراري ما يكذب عليكم كذب، شي العالم كامل يقلب عليك في الاخر. شكون كتجبر؟ كتجبر الوالدين ديالك بالرجوله، وبالاخص الام ديالك اللي هي واحد كنز، وربي يخلي من اي واحد الام ديالو. سو جايز، عجبتكم الرياكشن ديالي ما تنساش تعمل واحد اللايك وواحد سبسكرايب. كان معكم زيد رياكت، تهلاو.